السيد اللي كنعرف تعرض ليا في الطريق قال لي بغيت نهضر معاه، كان باغي يتزوج بيا وما معجبونيش التصرفات ديالو. قلت له بعد مني، ما بغاش يبعد مني، بغى يضربني في وجهي. قلت له سير بعد مني، بغاش نهضر معاك في الصباح. زديت جوج خطوات هو يضربني بالموس. صافي انا بقى الدم تما، كنت كنشد على فمي الدم. هو جا واحد السيد هو يجري موراه، هو يهرب ما شدوش، هو يجيب كلينيكس هو يعطيه ليا. جات واحد المرة تاهي جابت الما كبتو ليا على هنايا باش مبقاش كينزف بالدم بزاف. عاد جات لابيناس وخداتني للسبيطار سيدي عثمان، تما خداوني سميتو 20 غشت. تما خيطتو داكشي، بغيت ناخد السيرتيفيكا. وقالت لك خصك ديري غادي ندير شي الكلية ديال الأسنان، مشينا مبغاش يدخلونا. قالو خصك يكون عندك الراميد ولا يكون عندك باش تخلص لي الصندوق، وانا ما عنديش باش نخلص لي الصندوق. مشينا جاو البوليس خداوني للكوميسارية، بقيت معاهم حتى العشية وانا نجيب حاجة للدار. صافي وانا بقيت في الدار، مشيت ناخد الدواء، ما كانتش عندي الورقة، خليتها حتى هي في الكوميسارية. خديت المسكن ديال الحريق ودخلت البيت. ما عرفتش انا بدي، ما عرفتش شحال دايره من البلاصة. من داخل ومن برا ساقنا اختي تاهي والسنان تاهما، يلا داك الصويرة ديال السنان. ما عرفتش، ما قدرتش نحل فمي باش نعرف شحال. كان لقيت صورة كاينة تسطر كله هذا اليوم. قولي تسطر كله ماشي عليا. قبيلة مشيت درت البلاكة ديال السنان. حتى نهار الثلاث عاد غادي نشوف شنو كاين. نهار الثلاث غادي نمشي نشوف شنو واقع، واش ترست ليا شي حاجة. الدكتور التازي اللي بغا يعاون الله يسهل عليه ويخلي له وليداتو. هادشي اللي كان طلب بغيت يرجع وجهي يرجع كيما كان. هادشي اللي بغيت، ما بغيت والو. انا ايتيم. السلام عليكم، انا جارت هاد السيده اللي ضربات. انا حيتاش ضريت في قلبي من جهتها، حيتاش ما عندها حتى شي واحد، ما عندها لا عائله لا حتى شي واحد، وضربات وتلاحت بوحدها. ما كاينش اللي تسوق ليها ولا اللي جا عندها ولا حتى شي حاجه، حتى ابسط الاشياء. الدواء هو الاخر ما داواتش، الفاصمه ما بدلاتهاش. كنطلب من الله ومن الدكتور التازي الله يشافيه والله يجازيه بخير، يتكلف بهاد السيده. هاد السيده الله يعمرها دار. انا ساكنه حداها دابا مده سنه. كنعرف هاد السيده كتمشي لخدمتها، كتجي لخدمتها، يعني ما فيها حتى شي حاجه خايبه. حتى الهضره ما كتهضرش معانا، كتدخل خدمتها درويشه، ما عندها حتى شي حاجه حتى شي مشكل مع الناس. هاد السيد انا ما كنعرفوش اللي ضربها. البارح حتى كنتفاجئ انا كنشوف السيده ضربات، كانت غاده لخدمتها، خدامه في بورغون هي، وقف على بلاكا الطوبيس وضربها. صافي السيده من بعد هادشي ضربات ومشات بحال حتى شي حد ما تسوق ليها. راها كاريه هي بيت مسكينه، ما فحالهاش، الحاله ضعيفه لاقصى درجه، وخدامه على راسها. الا ما خدمتش ما غاديش تاكل من نهارها. كنطلب من المحسنين يتعاونوا معاها، الله يجازيهم بخير وشكرا.